نخصص شباك الفنون اليوم لإحياء اليوم العالمي للمسرح وتغطية خاصة من تظاهرة 24 ساعة مسرح من تونس. تابعونا. نذهب الآن إلى شباك الفنون والذي نخصصه اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للمسرح الذي يتزامن مع الدورة 17 للتظاهر الدولية 24 ساعة مسرح في مدينة الكاف. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي من هناك مراسل تلفزيون العربي في تونس وسام الدعاسي. مساء الخير وسام، يعني لديك المزيد من التفاصيل حول هذه التظاهرة، تفضل. مساء الخير رولا، ومرحبا بكافة مشاهدي التلفزيون العربي من محافظة الكاف التونسية شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر. هذه المدينة الساحرة التي تقع قرب الحدود مع الجزائر كانت تسمى في السابق أو نسبة لفينوس وهو آلهة الحب والجمال، وبالتالي نزعم أنها ساحرة بالفعل بجمال طبيعتها وبالتأكيد بسحر تراثها. نحن الآن في مركز الفنون الركحية والدرامية هناك الذي كان مهدا لولادة نجوم في الفن الرابع على سبيل الذكر عيسى الحراث وأحمد السنوسي وغيرهم وكذلك لمين النهدي. هذا المركز يحتضن هذه التظاهرة المسرحية بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح تحت عنوان 24 ساعة مسرح. يبدو أنه 24 ساعة مسرح و24 ساعة أيضا من انقطاع عن النوم. أيضا يحتضن معنا مدير هذه التظاهرة التي شهدت حضورا ومشاركة واسعة لعدة فنانين ومبدعين ومسرحيين تونسيين وعرب، حتى يمدنا الأستاذ ببعض التفاصيل الأخرى. كيف كانت بداية المشاركة وما هي أبرز العروض في هذه الدورة؟ مرحبا بكم. الدورة شهدت مشاركة، معناها مشاركة أجنبية مهمة قياسية، بما أنه 13 عرض من خارج تونس، يعني من أوروبا، من إيطاليا ومن فرنسا ومن دونك إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ومن لأول مرة من أفريقيا من السنغال، وكذلك من الدول العربية العراق المغرب ليبيا الجزائر مصر، يعني أكثر من 10 دول شاركت في الدورة هذه، معناها بالإضافة إلى العروض المسرحية التونسية وأهم الفنانين المسرحيين اللي ينشطوا حاليا، معناها كانوا حاضرين في الدورة أكثر من 45 عرض تم معناها عرضهم في مختلف قاعات المركز وخارجها. غدا يختتم هذا مهرجان المسرح هنا بمدينة الكاف، يعني المركز كان له إشعاع في السابق لكنه إن صح التعبير فقد البعض من جمهوره. هل تساهم مثل هذه التظاهرات في استعادة إشعاع الفن الرابع هنا في المسرح وصناعة نجوم جدد في الساحة الثقافية في تونسية؟ اسمح لي، غير دقيق الكلام، هذا الكلام يعني الحقيقة المسرح في الكاف كان مع انطلاقة منصف السويسي، المرحوم فنان منصف السويسي اللي أسس الفرقة المسرحية القاهرة بالكاف، وكان حينئذ منذ 67 إلى حدود 93 كان المسرح في الكاف على غاية معناها من الرقي ومن الإشعاع، وثم نزلت قيمة المسرح في الكاف بداية معناها من أحداث المركز سنة 93، ولكن منذ الثورة مركز فنون درامية وركحية بالكاف يستعيد أمجاده، يستعيد عافيته، يستعيد إشعاعه من خلال عديد الأعمال اللي أنجزها وتعامله مع فنانين ومخرجين كبار، كذلك من خلال التظاهرات اللي قدمها والدورات اللي قدمها. اليوم 24 ساعة مسرح دون انقطاع أصبحت لم تعد تظاهرة فقط، وإنما أصبحت مهرجان يحتفي بالفنانين من تونس ومن خارج تونس، ويقدم ورشات تكوينية يشارك فيها مؤطرين مسرحيين من
خارج البلاد خاصة ومن وسط البلاد ندوات فكرية ومهمة، إن شاء الله باش تكون إصدار مجلة مسرحية نقدية، احتفاء بمختلف الفنون. يعني هذه الدورة تفي معناها بالحقيقة بما كان منتظر منها. والمسرح في الكاف الحقيقة معناها اليوم كعادته في على في ألق وفي سمعة موجودة بتاعه، والجمهور في الكاف موجود في معناها يتابع سواء العروض المبرمجة بمناسبة انتظام التظاهرات الثقافية أو كذلك العروض التي تبرمج خارج إطار التظاهرات الثقافية. دونك المسرح في الكيف موجود، بما أنه أولا عندنا زادة معهد العالي المسرح في الكيف، وعندنا طلبة وخريجين من هنا، وعندنا هواة نقدموا لهم احنا فرص تكوينية هنا. دونك المسرح في الكيف مهم، والجمهور كان قياسي بالنسبة للدورة. كنا طبيعة الطبيعيين الطقس هنا في الكاف بارد جدا، وقد ينبأ بنزول الثلوج، لكن الأوضاع والأجواء هنا ساخنة في مركز الفنون الدرامية. كيف كان يعني الأقبال، أقبال الجمهور؟ هل الجمهور المسرح، جمهور الفن الرابع، مهيئ لحضور 24 ساعة مسرح؟ نعم، هي التظاهرة أصبحت معناها لديها محبين من تونس من كامل الجمهورية، وفيها حتى من خارج الجمهورية. دونك التظاهرة بداية من 23 و 24 25 ناس موجودة، الجمهور موجود يتابع في عروض كبيرة كما خوف لفنان الجعايبي، وكذلك 30 ونحير فيك سمحني الفضل توفيق جبالي، وخوف للفضل الجعايبي، وكذلك رؤوف بن يغلان. الجمهور كان كثير. البارح انطلقت التظاهرة بداية من 9 وانتهت منذ حين على الساعة معناها 14 بعد الزوال. الجمهور كان قياسي والقاعات معبية، ساحة المركز كما تشوفوا كانت مملوءة، وإحنا اليوم أتممنا النشاط على الساعة اللي كنت ذكرتها. غدوة إن شاء الله باش يتم الاختتام بتاع التظاهرة هذه، وإحنا فرحانين بالمضامين بتاع الدورة وكذلك بمتابعة الجمهور لها. طبعا هذه التظاهرة يعني بددت بالفعل تلك الانتقادات بشأن وجود مركزية للثقافة متمركزة، بمعنى أنها متمركزة في العاصمة. هناك حضور للجمهور بكثافة في هذا المركز العريق والضارب في القدم. هذه التظاهرة أيضا منحت أو كرمت عدة مبدعين وعدة مسرحيين، وستمنح أيضا بعض الجوائز في بحر هذه التظاهرة. شكرا أستاذ مدير هذه الدورة، المسرح في 24 ساعة مسرح هنا في مدينة الكاف، السيد عماد المديوني، وإليك رولا. شكرا لك وسام الدعاسي على هذه التغطية لهذه الفعالية. شكرا، نترككم مع هذه الصور ونراكم غدا الخامسة بتوقيت القدس، الثالثة بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.